ليا ولي حباباتي، كيف راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه الوصفه ديال الشطون بالطريقه ديالي، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. انا خديت هذا الشطون هذا تقريبا ديال نص كيلو هنايا، او اكثر من كيلو او اكثر من نص كيلو عفوا. خديته غسلته مزيان، كيف ما قلت لكم غسلته مزيان، رقدته بالثومه، خديت الثومه حكيتها مع الخل اولا الحامض، كترقدوه مزيان، من بعد كتحيدوه كتغسلوه وكتستعملوه. الا بغيتي ديروا هذه الطريقه، ما بغيتوش تضيفوا له الثومه ما تضيفوش الثومه، من بعد اضيفوا الثومه مع التوابل. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره ديال الكمون، هانتوما كتشوفوا عندي شويه ديال البزار، غير شويه ماشي بزاف، معلقه كبيره ديال التحميره، والملحه كتبقى حسب الذوق، وعندي شي جوج معالق اولا حتى ثلاثه ديال الزيت الزيتون باش غادي نجمع هذا الخليط. غادي نضيف التوابل نزيد عليهم الزيت، الا بغيتو تضيفو الماء ضيفو، انا كنفضل الزيت على الماء. الا بغيتو تضيفوهم بجوج ضيفوهم بجوج. غادي نجيب الشطون ديالنا، غادي نضيفو كامل في مرة وحدة، مبقاش صغير، هي غادي ندخلو هاد الشيء لورا ماشي بحال الكبير، كل وحدة تخلي لها بوحدها التوابل. ها هو دابا واجد، نخليه على جرب. المهم غادي تخليوه يعني ما تساليو الشغل ديالكم، عاد رجعوا ليه تقريبا شي نص ساعه 5 دقائق. المهم الشرموله ديالهم مدمونه وزوينه، هي كيشرب شرموله. بسم الله، غادي نبداو دابا المرحله الثانيه كاع. خديت هنايا 4 ديال المعالق كبار ديال الدقيق الخاص بالحلويات ولا الفورس. عندي هنايا الماء، هانتوما كتشوفوا معاه مرشاي الكاس، يعني حتى غادي نضيف الماء على هاد الطحين. انا راني كنت بديت كنقلي ونسيت بلي راني كنت كنصور، وليت عاد تحبست باش نكمل معكم ونوريكم هاد المرحله هذه اللي هي سهله وزوينه في نفس الوقت، وكتجيب لينا الحوت ديالنا كيجي مقرمش وبنين. المهم غادي نخلطو مزيان، العجينه ديالو خصها تكون بحال الشكل ديال البغرير، ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه. دابا تستعملوا الطراب اليدوي من الاحسن، غادي سربيكم على حسب قطن على المعلقه.
تقريبا غدير واحد نص كاس ديال الماء ديال العلب. هانتوما شحرشات ليا الزيت، نديرها سخونة لحقاش كنت بديت فيها القليان. دابا غادي نبدا نكمل الباقي ديال الشطو اللي عندي. غادي ناخد الحبة وغادي ندوزها في الشطو سميتو الدقيق. صدقوني راه كتجي الطريقة زوينة زوينة، ومن أحسن من اللي كنستعملو ديما، كيجي مقرمش والأسرة ديالي كلها كتبغي هاد الطريقة هادي ديما كنديرها. ديما نقربو الجهة في المقلة إلا لقيتو الزائد ديال العجينة حيدو باش ما تجيش عاوتاني تهابط غير العجينة. غادي نقرب لكم شويه باش يبان لكم. ملي نحسو بالحبات ديال الحطابو غادي نبقاو نقلبو فيه. حاولوا تخلطوهم على بعضياتهم انا غادي نسالي القلي، ومن بعد ان شاء الله نرجعو للطبق ديال التقديم. غادي نقدموه مع سلطه ديال الخس، وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وان شاء الله ديروا لي اللايكات. ودابا غادي نحبسو حتى نسالي القلي ونرجع لكم في الطبق النهائي. هذا هو الحوت ديالنا ولا الشطون اللي حضرت معكم. طريقه سهله وكيجي مقرمش وبنين في نفس الوقت. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي اللايكات وبالتعاليق ديالكم. وكنشكركم بزاف على المتابعه. نتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم، نكون خفيفه. انتم كتشوفوا معايا قدمت معه السلطه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. والسلام عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله.